الثورة دي سواء اتفقنا او اختلفنا عليها، اذا كانت هي خلصت ولا ما خلصتش، ولا نجحت ولا ما نجحتش، ولا استمرت ولا ما استمرتش، لكن في الاخر اللي قام بيها شباب. وعشان كده لازم المرحلة الجاية كل اللي يعمل حاجة فيها يكون دور اساسي منهم هم الشباب. وعشان كده النهارده الفقرة ديت مهمة جدا. النهارده بنتكلم على نموذج للدستور المصري، وبنتكلم برضو على برنامج برضو بيقيموا او بيعملوا الشباب، فكرة برنامج اسمها بوسطة. هنعرف اكتر عن بوسطة، هنعرف اكتر عن نموذج الدستور المصري من خلال ضيوفنا دلوقتي. عايز ارحب بنور الدين، محمد نور الدين، وهو صاحب فكره مشروع برنامج البوسطة، وايضا علاقات العامه بنموذج الدستور المصري. صباح الخير. صباح النور. وايضا لازم ارحب باحمد سيف، وهو رئيس فرقه كود مصر ومساعد اول برنامج البوسطة. اهلا بيك. تمام، ناخدهم بالترتيب كده. انتوا في حاجتين، في نموذج الدستور المصري وفي برنامج البوسطة، وفي حاجه اسمها كود مصر. انا عايز اعرفها بس دي على جنب يعني. احنا الاول على بوسطة. البوسطة اولا انا هتكلم عن الدافع اللي خلاني اطرح فكره البوسطه. انا من بدايه الثوره، واكيد طبعا في الواحد بيبقى في باله ان في تداعيات هتحصل، طبيعي طبيعي ان نظام فاسد لمده 30 عام اكيد هيبقى فيه هيتاثر بقيه الشباب، شعب هيتاثر، فبالتالي في تداعيات. انا لمده سنه ونص قدرت افكر انا ومجموعه من الشباب من كليه اقتصاد والمس سي وكليه اعلام وكليه طب، شباب مجموعه كبيره، ان انا اقدر اتوصل لبرنامج اقدر من خلاله اوصل فكره معينه للشباب. عندي مجموعه من الرسائل، عشان اوصل الرسائل دي هفتح صندوق البوسطه. عايز اعمل توعيه سياسيه. يا ترى التوعيه السياسيه دي هل اقدر بس عن طريق ان عمليه التثقيف واجيب دكتور وطريقه روتينيه عامه والكلام دوت ويقدر يتكلم بالشكل ده؟ لا، انا خدت عهد على نفسي ان استخدم كافه الوسائل المتاحه قدامي اللي اقدر اوصل بيها للناس. طيب انا دلوقتي فكره برنامج البوسطه جات برضو، يعني اقول لك سوء ما وصل عليا حال الشباب حاليا وكثره الاعتصامات اللي موجوده، واخد بالك؟ الوسائل اللي موجوده بقى هقدر اوصل بيها للشباب. كالعاده يعني حاله الانارشي اللي موجوده مفيش حد يقتنع، دايما يقول لك حاول يا عم التلفزيون ده مش عارف ايه، ممكن ده شويه غري في الثقافه وشويه غري في الناس، كثره المتكلمون زي ما بيقولوا يعني. فبالتالي اقدر اوصل من خلال جروبات معينه. اول حاجه في مجموعه من الشباب بيحبوا عمليه الثقافه وان يكون في نظريات وفرضيات وتكلموا بطريقه بتحاورهم بالطريقه دي. وفي مجموعه من الشباب بيحبوا طريقه الفيديوهات الوثائقيه، النزول لارض الواقع. ودي قدرت اقدر اوصلها عن طريق مجموعه من الشباب على قائدهم محمد ناصر الراب، زميلنا في كليه اقتصاد والعلوم السياسيه، ومحمد رجب زردق وصفيه الدين كليه اعلام. قدروا يعملوا مجموعه، يعني قدروا يعملوا جروب تيم بحيث ان هم يعملوا فيديوهات وثائقيه وينزلوا ارض الواقع ويبداوا يحاكوا اسمه دوت مشاكل الشباب عن طريق توبيخ او عن طريق اسمه دوت فكره معينه او فيديو معين. سؤال، الفيديوهات دي مثلا زي ايه او عن ايه؟ طيب فيديو عن الرشوة. حلو. قدروا يعملوا مثلا، تخيل مثلا ان هم مجرد اتنين شياطين يقدروا ينزلوا مثلا بين الناس، واحد مثلا واقف في طابور طويل عايز ازاي يغوي الانسان اللي قدامه يعمل رشوة. حلو، يعني بطريقة ظريفة مباشرة وفي ابتسامة فيها. حلو، فبالتالي اقدر من خلال الابتسامة ومن خلال الكلمة ان انا اوصل. حلو. وفي نفس الوقت وانا ممكن ان ربنا سبحانه وتعالى اداني لسان، ادانا كلنا لسان عشان نقدر نستعمله، ما هوش كده يعني، ده هو اهم حاجه بالظبط، اداه. اداه. طيب ففي وظيفه تانية ثالثه اللي هي عن طريق الكلمات والاغاني، او ان انا في مجموعه من الشباب بيحبوا، ففرقه بيحبوا يعملوا اغاني، يوظفوا الكلمات في اغاني. حلو، احنا عشان بس مركز في الثلاثه، البوسطه بيعمل ثلاث حاجات. نمره واحد طريقه الجروبس او التوعيه السياسيه عن طريق الجامعه، عن طريق الجامعه، مجموعات فكريه وبيتكلموا. مظبوط. نمره اثنين فيديوهات توعيه برضو بشكل وثائقي، بس في حاجه دمها خفيف يعني مش مزبوط. معمول بطريقه مباشره. أيوة. دمها ثقيل، مثلا بنتكلم زي الرشوه وزي ايه تاني؟ زي الرشوه، الواسطه. حلو. اكتر مشكله واجهه دي بتواجه الشباب دلوقتي ضياع الثقه في النفس، ودي اللي بتقدم مشاكل كتير. حلو. الفيديو مدته قد ايه؟ الفيديو تتراوح مدته ما بين مثلا 5 دقائق لحد 7 دقائق في الحدود دي. حلو قوي. وبعد كده الفيديوهات ترفعوها على الجروب بتاعك بس على فيسبوك وكده؟ جروب على الفيسبوك وكده. حاليا على حد قد ايه مثلا، قد قدراتنا وقد، واحنا خاصه ان الحاجات دي بتطلع مثلا من جبن الشخص او كده. حلو قوي. وثالث حاجه الاغاني.
الاغاني. حلو قوي. اغاني برضو كلامها عن ايه الاغاني فكرتها ايه؟ دي اللي هتكلم عليها احمد. اوكي ماشي. اتفضل. هو احنا عندنا باند اسمه كود مصر. حلو. هو الباند ده كله بيتكلم عن ايه؟ الاحداث الحاليه اللي حصلت في مصر، حلو. اللي هي سواء والمشاكل اليوميه اللي احنا بنمر فيها. يعني اسلام عصام اللي هو الليريست بتاع الباند هو اللي بيكتب. يعني ايه؟ يعني احنا بدانا يوم 28 بعد ما نزلنا وكان في ضرب وبتاع ايه، فهو طلع فراح كتب كلام. انا لف يعني من زمان في الغنى والعزف وكده، فلحنته فبدانا فلقينا الفكره حلوه، فكره جميله والناس فعلا عجبتها. فبدانا نعمل ايه؟ اغاني بتحاكي الحاجات اللي بتحصل في مصر، سواء ايوه المشاكل، سواء حاجات حلوه حاجات وحشه، بنحاول نشوف لها حل، نحاول نوصل لقلب الشباب اللي هو احنا زي بعض واحنا مع بعض. فنحاول ايه نخليهم يحسوا ازاي ايه يقدروا يغيروا فعلا، ايوه ازاي نوصل فعلا للحاجه الصح اللي احنا عايزينها. تمام. فاحنا ايه خلال برنامج البوسطه ده اللي هو ثلاث اقسام نقدر نواجه، يعني نحاكي ثلاث انواع المجتمع، اللي هو المجتمع مقسم لثلاث انواع، سواء اذا حد سياسي بحت ممكن عن طريق البوسطه نور، حد بيحب الكوميديا الساخره يبقى المدرسه اللي هو محمد غراب و يعني جروب الجروب دوت المدرسه، مجموعة دي. واذا حد فني بيحب الفن فعنده كود مصر برضو. ايه الثلاثه بيوجهوا نفس الرساله اللي هي عايزين نغير تغيير ايجابي. طيب انا انت قلت في نور، بوسطه نور دي اللي هي ايه؟ دي اللي هي المجموعات الفكريه. انتوا مسميين يعني مقسمين برنامج البوسطه أيوة. لثلاثه مجموعات. ايوه ثلاث مجموعات. البوسطه نور دي المجموعات الفكريه أيوة. والثقافيه، تمام، والفيديوهات اللي هي مسمينها المدرسه. المدرسه حلو قوي. وثالث حاجه كود مصر، كود اللي مصر. انت اصلا عضو فيه كباند بس أيوة. انت كمان منضم للبرنامج. تمام مظبوط. هايل حلو قوي. تمام. طيب خلينا نشوف اغنيه من اللي انتوا عاملينهم من خلال تمام. برنامج البوسطه. هو فيديو برضو اللي هي بحلم. بحلم. بحلم بالظبط، هي لكود مصر. تعالوا نشوف كود مصر بحلم جزء من برنامج البوسطه، نرجع تاني نكمل كلام. بحلم بشمس سماها صافية وناس تصحى تقول الأمان، بحلم بناس طموحاتها كافية عشان مش كافي هلة عمان، بحلم أعيش مرفوع راسي وسط أهلي وسط ناسي، بحلم أعيش ما يهمنيش بكرة أعيش إزاي وقاسي، بحلم أعيش مرفوع راسي وسط أهلي وسط ناسي، بحلم أعيش ما يهمنيش بكرة أعيش إزاي. انت الكلام طولت بتاع مين؟ اسلام عصام هو اللي ريسيست بتاع الباند اصلا. حلو قوي. والفوكلز مين؟ هو انا فوكاليست. انت الفوكاليست واللي بلحن. هاي حلو قوي. ولسه الباند في ناس كتير تانية يعني بس هاي. طيب ده بالنسبه لبوسطه، تمام. لحد دلوقتي انتوا بقالكم قد ايه في بروجرام بوسطه او برنامج بوسطه؟ برنامج هقول لك حاجه، البرنامج زي ما قلت لك هو بقاله سنه ونص بتعدد ليه، بس بدا فعليا امتى؟ بدا فعليا بقاله من اول سنه. من اول السنه وكان في مجموعه من الدكاتره قدروا يعملوا عمليه توجيه على مستوى الجامعه بس، على مستوى جامعه القاهره، دلوقتي حاليا على مستوى الجامعات المصريه. يعني هو الاول بدا جامعه القاهره يعني وبعد كده قدرت اجمع اكبر داتابيز خلال ما يعادل 3 شهور، سواء اذا كانت جامعات حكوميه او جامعات خاصه. تمام حلو. بحيث ان انا اشوف المشاكل اللي بتتواجه هنا واشوف المشاكل اللي بتواجه هنا. هل اللوائح فعلا تقدر تناسب الطالب؟ هل تقدر اسمه دوت بتلبي له المطالب بتاعته، سواء اذا كانت اسمه دوت المناهج عامه ماشيه معاه بشكل كويس؟ فبالتالي انا برضو ده حاجه جزء منها يعني. هاي. طيب بالنسبه لبرنامج البوسطه،
برنامج البوسطة برضو قدر يعمل زي بتقول عمل يعني ريليشن مع نموذج الدستور المصري، بحيث نموذج الدستور المصري ليه رسالة ان هو عاوز يوعي الشباب عن الدستور المصري القادم، وايه هو شكل الدستور المفروض احنا المفروض نشارك فيه كشباب، لان احنا الفئة اللي بتقول يعني اللي جاية بعد كده، وفي نفس الوقت الفئة اللي قالت كفى يا فساد تفشي، واخد بالك؟ طب تمام 100%. لازم يكون اصلا هو ده دور لازم نشارك فيه. تمام. طيب بدانا عملنا بدات اشارك مع استاذ مصطفى رئيس نموذج الدستور المصري، وانا كعضو بابليك ريليشن فيه قدرت فبدات اجتمع معاه وقلت له هنعمل كذا ونبدا ان شاء الله نشتغل مع بعض وننزل على مستوى محافظات الجمهوريه كلها، ونظام كلمه عندي في كل جبل علامه، يعني في كل مثلا في المنيا محافظات الصعيد، في مش عارف محافظات الصعيد خط الصعيد كله، محافظات القليوبيه، الحته دي كلها في ما يعادل مثلا مجموعه فيها ما يعادل 100 طالب او 100 واحد من شباب الجامعات او كده يقدر ينزل يوعي سياسيا او كده. طيب الملتقى قدرت برضو اجمع مجموعه كبيره جدا من الدكاتره، كوكبه كبير من الدكاتره، واسمه دوت وعلى راسهم برضو الدكتور اسمه دوت محمد سلمان طايع، دكتور محي الدين، دكتور قانون، دكاتره كتيره جدا. بس اللي انا بقى كان جاي اتكلم فيه ان في حملات توعيه كتير كانت موجوده، صح كتير، واحنا من خلال برضه البروجرام هنا كان عندنا كمان كتير، وبرضه منهم دكتور حاتم تليمه في الاي او سي. المستغرب منه انا لما بسال واحد الدكاتره عايزين نشارك في حملات توعيه ومش عارف كده، قال لي يا ريت احنا نشوف شباب كده. فبقول له طب هل شاركتوا في عايزه هل شاركتم قبل كده ومش عارف، قال لي لا مش بشكل ما فيش جوم شباب بشكل، هو بيشكلوا بيعملوا توعيه عن طريق التي في او عن طريق الاسم دوت الشباب الموجود معاهم في الجامعه او الكلام ده. فبستغرب المجموعات الثانيه بتاعه التوعيه بتعمل توعيه مع مين؟ مين الدكاتره؟ اذا كانت دكاتره اقتصاد وعلوم سياسيه وكلهم ودكاتره اعلام، انا متاكد ان في ناس. طب مين اللي بتوعي بشكل صح؟ مين اللي بتدي الماتيريال بنسبه 100%؟ حلو، يعني مين الدكاتره اللي موجودين او مش بس مش شرط دكاتره بس خبراء يعني ومختصين، أيوة. ان هم يقدروا يبقى ليهم مرجعيه عشان خاطر الناس لما تيجي تتكلم معاهم ويوعيهم، أيوة. يبقى هم ليهم كريديبيلتي. انت لقيت ان يعني على الاقل في محيط الجامعه ما كانش مشاركه كبيره لا خلال بقى فتضميت بقى الدكاتره. انا ما قدرتش اتوجه واقول ان انا عايز اعمل برنامج البوسطه اللي هيكون ذات قبه رقابيه تحفيزيه للشباب عن طريق حاجتين، اتصال اعلامي واتصال مباشر، ايوه واخد بالك. تمام. ان انا هقدر اعمل اسمه دوت ابدا بالاتصال المباشر خلال الجامعات، ماشي، اشوف الشباب اقدر اوعيهم، بالتالي هل نجح المشروع؟ نجح المشروع في جامعه القاهره، قدرنا نعمل توعيه سياسيه، قدرت تحصل مشاركه سياسيه بشكل فعال. انت تقدر يعني عايز اسال سؤال دلوقتي، انت خلاص انت عندك البرنامج وعندك الدكاتره اللي هيبقوا معاك في الموضوع وبعدين مثلا عملت مثلا ايه يعني ندوات عملتوا ايه يعني التوعيه بتمشي ازاي؟ يعني بتمشوا فريق الدستور المصري بيمشي في الجامعه يتكلم الناس ولا بيعمل بتعملوا ايه؟ مظبوط. عامه فريق الدستور المصري نموذج الدستور المصري هو دلوقتي بينظم في يعني اول حاجه اذكر استاذ احمد نقب مدير مركز النيل للاعلام، طبعا هو بينظم دلوقتي ندوه ومنتدى لجميع النقابات المهنيه وجميع الاسم دوت يعني شباب الجامعات وكده. عملنا عباره عن ابلكيشن واستبيانات من الشباب، انت شايف ايه عايز يتعمل في اللائحه الطلابيه الجديده، وفي نفس الوقت برضو في النقابات المهنيه مش عارف كده، بحيث ان احنا نجمع كل دوت وندي نموذج الدستور المصري، واستاذ احمد ناقد يوصله لمين؟ لجنه المئة. وبحيث ان كده قدرنا كمؤسسات حكوميه في الدوله ومؤسسات رسميه في الدوله نشارك في الايه في وضع الدستور. يعني انتوا هتعملوا اللي هتعملوه ايا كان بقى من خلال استفتاء المرحله الحاليه احنا بنشارك في الحاليه هتعملوا كده عشان يبقى ليكم مشاركه او الشباب مزبوط. الجامعه يبقى لهم مشاركه في الدستور، مظبوط. انتوا عاملينه على مستوى جامعه القاهره ولا اي مستوى؟ لا على مستوى مصر كلها، مستوى مصر كلها. 23 هو حتى هتسلموا امتى؟ يعني الدكتور احمد هياخد الحاجات دي ويشتغل عليها ويقدم زي مذكره يعني؟ اوريدي اتعملت، اوريدي هي خلصت خلاص، وقدمها. قدمها خلاص، هتاخد استاذ احمد ناقد هتعمل زي ندوه باذن الله الاسبوع الجاي في كليه اقتصاد، في حرم كليه اقتصاد والسياسيه، برضو تحت اشراف الدكتور هذا السعودي عميد الكليه، واحنا اتحت لنا فرصه، قالت انا مستعده استدعي كل النقابات الموجوده المهنيه هنا واهلا وسهلا بيهم، ونبدا نعمل بتاعه الورق يتجمع بالظبط ويبدا يتسلم للجنه المئه. هايل، حلو قوي. طيب بالنسبه للبوسطه بقى هتعملوا ايه تاني؟ ايه اللي جاي؟ انت عملتوا من اغنيه بحلم، صح؟ في اغنيه تانية عملنا بحلم ومليون بديل
و25 يناير والواسطة والضمير وبغني للحياة وكل ده موجود على اليوتيوب يعني كلها متصور ولا هو ثلاثة منهم متصورين على اليوتيوب عندنا البيج في الفيسبوك اللي هو كود مصر فيسبوك يعني سلاش كود مصر فيسبوك سلاش كود مصر كود مصر بالعربي ولا بالانجليزي لا بالانجليزي بالانجليزي كود مصر أو مصر ولا مصر ام اي اس ار لا ام اي اس ار ام اي اس ار او في اليوتيوب سي او دي اي ام اي اس ار كود مصر كود مصر أوكي. وفي اليوتيوب شانل برضو في نفس الحاجه حلو قوي هي عندكم كام ممبر في الفيسبوك جروب والله الممبر لسه احنا في لسه شويه 600 وشويه 660 650 حلو واليوتيوب برضو ممكن سبسكرايب عادي ونشوف سبسكرايب عادي وفي فيوز عاليه يعني في اليوتيوب بس الباقي طب عايز اسالك سؤال بس انتوا بما انكم زي ما انت قلت كان في مشكله ان في شباب ممكن يكون عايز يشارك ان هو يعمل اي حاجه يبقى ليه اي راي بس مش عارف يشارك ازاي فانت عملتوا ده من خلال برنامج دستور مصر حلو انا عايز اعرف دلوقتي ايه من احتكاككم بقى بالشباب ايه المشاكل او النقط اللي كانت غايبه او حسيتوا ان هي ما عندهمش فيها اي وعي خالص ومحتاجين احنا نشتغل عليها كلنا عشان نفهم فيها اكتر عشان المرحله اللي جايه سياسيا عموما طيب مثلا سياسيا ممكن يعني تلاقي الناس بتمشي ورا التيار الشباب مثلا ممكن تلاقيه بيمشي ورا التيار فدي يعني هو ايه ممكن يلاقي صاحبه واحد قال انا همشي ورا مثلا اي حاجه اي حاجه سياسيه من غير ذكر اسماء مثلا يروح هو نفس الموضوع هو مقتنع فيروح يمشي ورا الموضوع ده بس مش عشان هو مقتنع مش عشان هو مقتنع هو في ايه عشان صاحبه اثر عليه تقريبا هو في ايه مفيش اللي هي المعرفه السياسيه الكامله ان هو ايه يقدر وده جاي راجع من ايه يعني مثلا ما بنقراش ما مش عايز يعرف ولا مش راجع ده راجع للجريمه الحق الجريمه اللي حصلت خلال النظام الفاسد 30 سنه هي اعلى من ان هي تكون سرقه اموال هي ممكن اقول لك يعني زي رب الاسره دخل البيت حط مجرد انتم بالشكليات حط انتيكات حط اسمه دوت مشاريع انا هعمل مشاريع ضخمه وهعمل احط هنا مش عارف مكتبه بشكلها ومن مذهبه ومش عارف كذا كذا بس ايه فايدتها لما اولادي ما تعودوش على السلوك القليم القويم فبالتالي التغييب والوعي التغييب والوعي فبالتالي هيجي في يوم من الايام هيقدر يكسر الحاجات دي لانه ما عارفش هي جت قيمتها ازاي فهمتني تمام. فبالتالي انا محتاج يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال من عاش قوما 40 يوما فصار فهو منهم تمام فتخيل سيدي ان انت خلال 30 سنه فبالتالي انت محتاج يعني تشيل الوبر عن الاسم دوت اللي هو شاب خلاص صحي وقام بس مش كده احنا صحينا وقلنا خلاص احنا كده 100 لا لسه في مشوار طويل نعمل ايه بقى يعني المشوار ده عايز ايه عايز قرايه عايز تعلم عايز توعيه عشان مين يوعي مين بقى الشباب يوعي الشباب الشباب اللي هو نفسه ما عندوش معلومه هيوعي الشباب ازاي لا في احنا مش لا لا مش هنمدح في نفسنا ماشي بس احنا هنقدر نوصل الدكاتره بشكل احنا زي ما تقول الوسيط ما بين الوسيله والشباب الوسيله مثلا الثقافيه عن طريق الدكاتره والوسيله عن طريق مثلا الغناء او الكلمه والوسيله عن طريق الفيديوهات احنا الوسيله اللي هنوصلها ايه للشباب انتوا إيه كمجموعه كمجموعه بس عموما بقى الشباب يعملوا ايه انت شايف رايك ايه يعني انتوا لازم يزيد وعي يعمل ايه في الفتره الحاليه اللي هو يعني زياده الاعتصامات وزياده الانارشي اللي موجوده في الوقت الحالي ايه انارشي بقى انارشي فوضى فوضى انارشي فوضى معلش لا لا عارف بس عشان لازم المشاهد يبقى عارف الفوضى الموجوده الحاليه اعتقد يعني المفروض الشباب يفوق يعني اللي بيحصل دلوقتي مش في صالح البلد ولا احنا زي يعني عايزين البلد يفضل واقف حالها مش شكل دوت ان احنا نفضل معتصمين زي ما قال الشعراوي الثائر الحق يصير ليهدم الفساد ولا يظل ثائرا ثم يهدى ليبني الامجاد ولا يظل ثائرا يعني ما يظلش ثائر حلو هتعملوا ايه بقى في الانتخابات الرئاسيه هيبقى لكم دور ازاي كبوسطه او كهيئه الدستور المصري او نموذج الدستور احنا او كمجموعه شباب عموما يعني احنا ككود مصر مثلا يعني كالباند كباند هنحاول نكتب حاجه تخلي الشباب فكرتنا كلها اصلا قايمه على ايه نزيد المشاركه السياسيه لدى الشباب حلو احنا عايزين نزيد المشاركه السياسيه لدى الشباب ممكن واحد عايز يشارك نفسه يشارك بس مش عارف يعمل ايه فاحنا ايه ممكن عن طريق كلمه حلوه واحد بيسمع مثلا مزيكا حلوه يسمع حاجه حلوه يقتنع يعرف فعلا ايه الطريقه الصح من غير ما يقعد مثلا ملوش انه يفتح يتفرج على برنامج بس انه يسمع اغاني فمن طريق الاغنيه دي ممكن فعلا يشارك ينزل يشارك حلو. واحد تاني مثلا بيحب البرامج الثقافيه
طريق البوسطه ممكن ينزل ويفهم وينزل. واحد تاني بيحب الكوميديا الساخر زي ما قلنا، ثلاث مجالات بتخاطب ثلاث انواع المجتمع اللي عندنا. هاي حلو قوي. هيبقى لكم دور في الموضوع الانتخابات ان شاء الله. حلو. زي ما قلت في موضوع الانتخابات بالنسبه زي ما قلت لك هنبدا يعني قضيه قضيه، نخلص من موضوع الدستور اولا في الوقت الحالي. موضوع المشاركه بتاعه الانتخابات الرئاسيه طبعا هذا هيبقى ليها زي حمله كبيره جدا. نعرف البروجرام بتاع كل او البرنامج بتاع كل مرشح رئاسي. وهيحصل ندوات ان احنا نجيبه. يلا خلاص احنا خلاص دخلنا على بارف. انا عارف ايوه ده حصل فعلا في فرصه ده من السنه اللي فاتت وبدانا في الحكايه دي. وجي مجموعه من المرشحين للرئاسه ويجوا الشباب يقعدوا معاهم ويتسالوا اسئله ويشوف البرنامج بتاعهم ايه بالشكل ده. فباذن الله هتنظم برضو ندوات هتتعاد من اول تاني، بس دي على مستوى الجامعات ان شاء الله. وهتعمل لو نقدر نعمله باذن الله ان شاء الله هنعمله في القبه. وقدر كبير جدا من الشباب يحضروا وبرضو تتذاع اعلاميا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله احنا بنحييكم على نمره واحد. اهم حاجه اللي هو هدفكم وهو زياده الوعي السياسي عند الشباب، ودي حاجه اعتقد انها مهمه جدا الفتره الحاليه. ونمره اتنين ان انتم بتحاولوا تشوفوا كل الطرق، يعني صح. اللي يحب مزيكا هنجيب له مزيكا، اللي بيحب برامج هنجيب له برامج، اللي بيحب افلام اتفرجوا على افلام، يعني بتلعبوا كل الالعاب زي ما بيقولوا عشان خاطر في الاخر توصلوا لهدفكم. فاحنا بنحييكم، هكون معاكم تاني هنا من خلال نهارك سعيد مع الانتخابات الرئاسيه. ولو فعلا قدرتوا ان انتوا تعملوا موضوع ان المرشحين الرئاسه يجوا في الجامعه ويتكلموا، اكيد هتبقوا معانا تاني عشان نتكلم عن الموضوع دوت. ونحييكم على التجربه دي ان شاء الله. شكرا. طيب محمد نور الدين، محمد نور الدين بشكرك شكرا جزيلا. وبرده احمد بشكرك شكرا جزيلا. احمد سيف مشاهدينا بحلم، اعتقد هي الكلمه اللي تلخص الفقره اللي احنا شفناها دلوقتي. نروح لفاصل ونرجع تاني، خليكم معانا.